أهلا بكم مجددا. أعلن راتب سليمان المواطن السوري البريطاني والناشط في حزب العمال البريطاني أعلن عن ترشحه في الانتخابات لمجلس العموم البريطاني المقبلة، وفي حال فوزه يكون سليمان أول سوري يشغل منصب عضو برلمان في بريطانيا. مراسلنا جوان إبراهيم التقى فيه وأعد لنا التقرير التالي. راتب سليمان اسم قد يتردد على مسامعنا كثيرا في وسائل الإعلام العربية، وبالتحديد بعد 8 يونيو حزيران القادم إذا ما حلفه الحظ في الانتخابات البرلمانية القادمة في المملكة المتحدة. راتب سليمان لن يكون العربي الأول الذي يشغل كرسيا برلمانيا في بريطانيا إذا ما نجح في الانتخابات، ولكن بالتأكيد سيكون أول سوري في تاريخ المملكة يشغل هذا المنصب. أنا اسمي راتب سليمان، جيت من دير الزور منذ 25 عام على بريطانيا، وبعد مجيئي إلى هنا درست الجامعة في بريطانيا وتخرجت من جامعة ميدلسكس يونيفرسيتي، أخذت الشهادة الجامعية، وبعد ذلك حصلت على الماجستير في القيادة في متروبوليتان يونيفرسيتي، وفي عام 2004 انتسبت إلى حزب العمال. كان لدي هواجس أو دوافع ميول سياسية، أحب أن أكون سياسيا وأتعلم السياسة في بريطانيا. أكثر مواضيع العالم حساسية تناقش في مبنى البرلمان البريطاني، وذلك لأهمية دور لندن في رسم قواعد اللعبة السياسية في العالم. لذلك يرى الكثير من المراقبين للوضع السوري بضرورة تشكيل لوب سوري يستطيع التأثير على مراكز اتخاذ القرار بشأن سوريا، وهذا بالضبط ما يصبو إليه السيد سليمان بترشحه للبرلمان. أنا مرشح لحزب العمال البريطاني الآن في انتخابات 2017، وطموحي هو أن أكون عضوا في هذا البرلمان البريطاني. طبعا سأكون الصوت العالي والمؤجج للجاليات العربية والجالية السورية، وسأوصل صوتي لجميع الأعضاء في البرلمان والحكومة البريطانية. هناك فرصة كبيرة أمام اللاجئين السوريين في أوروبا بالانخراط في الحياة السياسية، ولكن على الرغم من ذلك أغلبهم يتحفظ على الدخول في هذا المعترك، وذلك بسبب ما يحملونه من إرث سيء اتجاه السياسة من تجربتهم السابقة في سوريا. كل إنسان مكافح ومناضل ويعمل الليل والنهار ويشتغل ويدرس، أهم شيء الثقافة، يعني تكون متعلم، سيصل لما يريده، سيصل للهدف الذي يريده. وهذا مثال لدينا صادق خان. صادق خان هو عبارة عن محامي لحقوق الإنسان، وأبوه سائق باص. صادق خان الآن مستلم عمدة أعظم وأكبر مدينة بالعالم وهي لندن. أن تكون عضوا في هذا المبنى، مبنى البرلمان البريطاني، بالتأكيد ليس بالأمر السهل واليسير، ولكن عندما يكون الطموح مكللا بالجهد والعمل كل شيء يصبح سهل المنال. جوان إبراهيم، أورينت نيوز، لندن. وينضم إلينا راتب سليمان عضو حزب العمال البريطاني معنا من لندن، ونعتذر عن هذا الخطأ الفني في التقرير. سيد راتب مساء الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني حضرتك مرشح لانتخابات مجلس العموم والانتخابات جاية عن قريب، أول شيء شو فرص اللاجئين السوريين والعرب بالعموم أو اللاجئين اللي موجودين بأوروبا للانخراط بالعمل السياسي؟ طبعا في بريطانيا المجال واسع لجميع المغتربين السوريين وغير السوريين. إذا كان لديك طموح سياسي وتحب السياسة وتحب العمل والنشاط، فبريطانيا فاتحة ذراعيها لجميع الناس. يوجد حظوظ كبيرة لجميع المغتربين. نعم. بالانخراط بالعمل السياسي. نعم. طب ما هي أبرز العقبات التي واجهتك شخصيا لحتى وصلت لهذا المكان؟ طبعا هناك عقبات كبيرة جدا جدا جدا. أولا عدم معرفتنا بطريقة العمل السياسي هنا في بريطانيا، لأن العمل السياسي هنا في بريطانيا
يختلف عن العمل السياسي في بلادنا. نعم. لذلك واجهنا صعوبات كثيرة بأننا لا نعرف كيف النظام البريطاني يعمل. نعم. فعندما قرأنا الكتب وتعلمنا النظام واختلطنا بأعضاء من الحزب أصبح لدينا المعرفة والإلمام الكامل بعمل الحزب أو أهداف الحزب. نعم. وهذا ما دفعنا إلى العمل مع الجاليات العربية الأخرى وتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي. نعم، يعني سيد راتب، الدعم يلي هلأ أنت رح تحصل عليه خلال الانتخابات أو الطبقة المستهدفة من التصويت، خلينا نقول أنت بتسعى أنه يصوتوا لك هنن المغتربين المجنسين في بريطانيا، أم أنها مفتوحة للجميع؟ يعني ما هي الشريحة التي تستهدفها؟ طبعا الشريحة التي نستهدفها هما جميع الطبقة العاملة هنا في بريطانيا، جميع الطبقة التي تؤمن بحزب العمال. نعم. طبعا لما يكون هناك انتخابات الطبقة العاملة هي التي تنتخب حزب العمال دوما. نعم نعم سيد راتب. نعم سيد راتب، بالتقرير ذكر أنه من أهدافك تشكيل لوبي سوري يستطيع التأثير على مراكز اتخاذ القرار، هل برأيك بمجلس العموم من الممكن أنه أنت تلاقي داعمين لإلك؟ طبعا لدي الكثير من الأصدقاء الشخصيين من أعضاء البرلمان ومن الحكومة البريطانية في حزب العمال وحزب المحافظين كذلك. نعم. التقيت بالسيد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، وكان إنسان رائع وجيد وكان مناصر للقضية السورية كذلك. نعم. أنا طبعا لدي الأصدقاء الكثيرين في الحزبين، حزب العمال وحزب المحافظين، وعن طريق هؤلاء الأصدقاء طبعا سيكون لي تأثير كبير في السياسة السورية. طبعا هدفنا هو مساعدة شعبنا في سوريا. نعم. والخلاص من هذا الخلاص من هذه الحرب التي دمرت البلد. نعم. والشعب السوري. نتمنى لك التوفيق سيد راتب السليمان، ونتمنى في استضافتنا التالية أن تكون عضو في مجلس العموم في بريطانيا. شكرا جزيلا لك عضو حزب العمال البريطاني، كنت معنا من لندن.